السلام عليكم. قبل ما نبدا في اي حاجه كده، صلي على النبي وتعال نخش في الموضوع. بص يا صاحبي، لو بتموت كتير مش عارف تلعب بعد التحديث، تعال اقول لك المشكله. المشكله في الاعداد بتاعتك والعناصر التحكم، وهي على اساسها لعبك يا اما محترف يا اما هيبقى بوت. وتعال اعرفك على احسن اعدادات ممكن تشوفها، والاعدادات دي باذن الله هتغير لعبك 180 درجه. وقبل ما نبدا، لايك وسبسكرايب، لا مش سبسكرايب كده، سبسكرايب كده علشان مش تخسر اي حاجه. يلا بينا عشان اخليك سفاح بابش. بص، في البداية كده عرض زر اطلاق النار اليسار ده اخواتي، ده حوار اليمين والشمال اللي هو اصفرك ازاي. بصوا، ده هو هنا وهنا، تمام؟ ده دايما تشغيل دايما. ده دايما شغله دايما. وتاني حاجة، وضع اطلاق النار بالقوس واليدوية. تاني حاجة، وضع اطلاق النار بالقوس والبنادق اليدوية. بص افهمها لكم، احنا عايزين سنايبر. سنايبر هنا، هو سنايبر. تعال نجيب الاول. بص لما تشغلها، بص هتعمل ايه. بطيئة بطيئة اوي. بص لازم ندوس ضغط عشان ما تفتحش سكوب وتبقى شغلانه بطيئه. المهم، وضع النطاق دي يا اخواتي بتاعت السكوب دي لازم تدوس عليها، خليها اضغط بالاستمرار. بص كده سريع، عارف لو خليناه مثلا كده ضغط بطيئه بطيئه، ومش عامل لا بطيئه. انت لو حد بيفايتك مثلا هنا ولا حاجه، بص هاد دور الكفر ده مش هتعرف تتعامل معاه. نخش على تاني واحد، دي لازم نخليها يضغط بالاستمرار. تدوير الكاميرا دي تعطيل، لان انت لو بتلعب جيروسكوب مش هتعرف تتمكن منها كويس. تبديل النطاق بالسريع دي بتبقى دي اصلا، دي بتبقى دي. زر المنزل المائل دي بتبقى البيك، البيك من الشمال فعلا. يبقى كده زر المنظار المائل انقل للتبديل، وتبديل النطاق تفعيل. تعديل الطول اضغط بالاستمرار، خليها الضغط احسن. نظرة الخاطفة، نظرة الخاطفة دي اللي بيكبر. نظرة الخاطفة اللي هي كده، تمام؟ اللي هي البيك. اضغط بالاستمرار، لا اخليها اضغط بالاستمرار. وضع الانحناء خليها اضغط بالاستمرار عشان هتبقى اسرع. لو جربت انت تضغط كده هتبقى بطيئة. بس كده بطيئة، خليها اضغط بالاستمرار. النظر والمنظر، بص خاطي كده برضو بطيئة. لسه هتفتح السكوب بيها، بس فانت لازم تخليها تعطيل. التدوير الكاميرا برضو خليها تعطيل، لان ملهاش اي لازمة خالص. فاهم عنكم برضو، جربها تفهم. بص هتنزل الشاشة لتحت، هينزل بيها. انت ممكن اصلا ايمك يضيع بصراحة، بس في ناس برضو بتعرف تلعب بيها. العلامة العالمية اللي هو مثلا، يعني لو حد مثلا عمل لك انيمي ولا حاجة بيبان. طب نجرب مثلا نشيلها خالص. بصوا مش عايزين من الانمي اصلا. يبقى احنا ايه، التفعيل. المؤثرات الصوتية ده انت لازم، عشان لو مدي مثلا حد هيت شوت ولا حاجة يبان. نخش ايه تاني. قفز وتسلق، لازم ندوس فصل، لازم تعملها فصل. عشان بصوا دي مش تعرف تضرب بيها جامب، مش تعرف تعدي مين سنن بيها جدار او اي حاجة. دي تنفع مثلا في المستوى ده، تعال افهم لكم. بصوا مش تعرف تعمل كده، فلازم تفصلها. دي تخليها في المستوى ده، او دي تخليها في الجيم الكلاسيك عادي. تاني
دمج وهمي جسوم الانتباه هنعملها تعطيل. ميزة الالتقاء السريع تعطيل. ميزة المنطقة الرمي على الهيئة القمة هنعملها تبديل. القفز التلقائي تعطيل، إنه مش عايزين قفز تلقائي. اضغط على الشاشة لتحديد الموقع تعطيل. إلقاء العناصر القابلة للاستهلاك تفعيل مفعل. وضع واجهة المستخدم الشفافة تعطيل. الانزلاق الساحة أنا مفعلها لأن برضو بحب ألعب سنايبر فلازم أتزحلق. في بي بي اللي هو منظور الشخص الأول تفعيل. الديناميكية حملة السلاح الذكية تعطيل. حسيت الرد، بص بقى ده، حسيت الرد لو انت عليتها في الدوج بتاعك قيمك هيضيع نهائي، فخليها من يعني من 5 مثلا 65، من 5 مثلا 60 ل 85 كده اكتر حاجة، لان انت لما بتعليها الام بي دي، ودي بتاع منظور الشخص التالت ومنظور الشخص الاول، ده انا شايلها خالص لان برضه بدها قيمة. وأسلوب العلامة أنا مفعلة لأن لما أي حد بيضرب مثلا من صحابك على حد بيعمل لك أنمي تلقائي. مساعدة الاستهداف ده اللي قيمة أسيست، ده أنت لازم تفعله. المؤشرات الصوتية في الشاشة فقط في بعض الصمت. تحديد موقع الإصابة تلقائي، هو ده برضه اللي أنا بقولك عليه اللي هو بيتعمل لك أنمي. مسرع الشفاء تفعيل، اللي انت بتهيل البندش كذا مرة، لو انت بتدوس مثلا بندش مرة واحدة هو بيهيل بقى لوحده. استخدام الضمادات بشكل متواصل كده. فتح الأبواب تلقائيا تفعيل، انت تفتح الباب. محبوب الجدار انا عاملها تعطيل لان ما بعرفش ابيك لو حد مثلا ايه ورا البتاع، بص بيجي علامة حمرا كده، يبقى احنا ايه فين دوست تعطيل. تابع مظلة الهبوط الافتراضي فعالة علشان مثلا لو حد من صحابك بيبعت ولا حاجة تبع يعني يبعت له تلقائي. تسريع التمرير الأفقي تفعيل. رسائل المباراة تلقائية كتم الكل عشان ما حدش يزعل لو كنت بتلعب. اضغط بالاستمرار لفتح الخريطة تعطيل. عرض خط مسار العناصر القابلة للرمي تفعيل. طريقة مقاطعة إعادة تلقيم، مقاطعة إطلاق النار. تجهيز أسلحة الاشتباك تلقائيا، وضع السلاح الناري جانبا تعطيل. الجيروسكوب أنا ساعات أصلا بلعب جيروسكوب وساعات لأ، عكس الجيروسكوب تعطيل. ميزات التصويب،